من عمق الظلام تظهر ألوان يرسمها فنان بريشة رقيقة مع الأيام تزول الأحزان يبان الصباح تظهر حقيقة صحيتي. بسم الله. واش منيا ما شربتيش القهوه؟ نشرب وحدي، كنت نستنى فيك، توحشتك يا حبيبتي. دار دارك شي حتى نقول لك انا. الله يسلمك. شفتي ما جبتيش رؤوف معاك؟ داه الميلود لدار عمو، توحش الدراري، حركه عارفه يبغى يلعب معاهم. خساره، وانا اللي درت المقروض على جالو. على جالو خسارة عليك، الله يلا عنده الزهر معك. ها مونيا، على بالك بلي نبغيك ونبغيه؟ على بالي، الله يسلمك. شوفي عندك المقروض ذوقيه، تشوفي تعرفي جهايل باينة. جاي شهي نذوق المقروض على لا نادية. يسلمك. بسم الله، اسمحي لي. تفضلي. مش كاين مالح؟ مالح؟ أو خلعتك؟ ولا خلعتيني؟ المقروض تاعنا ديال شكون اللي يصنع كيفاه؟ الله يعطيك الصحة يا حبيبتي، ضربي عليها خمسة. شوفي ناكل 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 وندي معايا حبيبات للدار. على بالك حسبت بصح درتو مالح. عجبني خطاب الرؤوف. يسلمك، اما لا ديلو معاك. ديلو ديلو. الله يبارك. واش المقروض؟ لا نوح. فكرتني براشد. تاني راشد. ناديه
نادية نادية أختي الصغيرة. ربي يخليك لي يا مولاي. توحشتي رشيدة بزاف. إن شاء الله يا ربي ينجح في المعرض نتاعو ويولي لك بالسلامة ويجيب لي الهدية معاه يا رب. إن شاء الله إن شاء الله نفهمك ربي. سامي راك تجيب لي بلاك هذه يا خويا، خوك سبيسياليست على البلاك. كنت مع ياسين الشامبيون وراني المشروع راح يمشي كيما حبيت. المشروع هذاك تاع الحياة ما خليهش يروح ما بين يديا. مشروع تاع الحياة تاع الصحة. وين شفت انت يا شريك من غير ضمانات؟ باين الناس مليح ولد عمك هذا. عندك الحق، الرشيد ولد عمي ناس مليح داير فيا الثقة. بصح ما على بالوش باللي بصح ما على بالوش باللي الثقة في الوثيقة. حبيت تخرجوا صحراء. فين خرجوا صحراء؟ الأرض أرضي. المال مالي. أنا اللي رحت للبنكة. سي فري. المشروع مشروعي. هو بزوج دورو هذوك اللي بعثهم من الخارج حبيت يقسم معايا. نقول لك صح صح. هذه دنيا. يقدر يلعبها لك. كيف يلعبها لك؟ يقدر يزور لك وثائق مثلا. ما عنده ما يزور، كلش راه على اسمي. طبر عليك. تحب نقضيو عليه؟ نقضيو عليه. طخ. وقلتها مريض. فهنا قتل ولد عمي. خير كمان. ولد عمك ولا المشروع؟ ربع اعطيني قرا. اوبلا منين تصبح هو مهبلني عليك؟ نمشي عند طاطا ناديه، ديني عند طاطا ناديه، نمشي عند ناديه مهبلني. يا عمري شحال نحبوك يعيط لي طاطا ناديه، هدرتو كي الحسل. ان شاء الله يا ربي رزقك بوليد كيفو. ان شاء الله ان شاء الله. جيبي معنا. هيا هيا. اوه كي شابه رشيد. رشيد رشيد سلمي عليه. سلمك. الو وش راكي حبيبتي؟ توحشتك. انا تاني رشيد. شهرين جوني طوال ماشي موالف بعد عليك. طولت عليا بزاف. ما بقاش قد اللي فات عمرك. وش بقالي؟ برلين، لندن، نيويورك. ما راحش المرة هذه، المرة الجاية إن شاء الله. ناديا أني بعت لك الدراهم ولا جا كامل إن شاء الله ما تنساش تعطيهم له حبيبتي. ما ننساش ما ننساش. صح. هيا ما نطولش عليك. نتمنى إن شاء الله ترجع لي في أقرب وقت وبخير إن شاء الله. هذا مكان. صح فعلك. في الأمان، تهلا في راحك. سلامة ناديا. غير سمعتي صوت رشيد وجاك نور. لازم هو اللي بقالي في هالدنيا. هذا مكان. حشمتي. ربي يخليكم البعض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عاود يا سيد وتنطلق. هذا هو السيد اللي يقوم بالمهمة. هذا هو بالقسم اللي تطبق عليه بروفيسيونيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه قضية قتل ماهيش قضية لعب.
كي سهله هذه؟ هذه مكه. شحال شحال قضيه كيما هذه سي رابح من العقبه. يا لا لا يا ما قلت 50 ما قلت 30 خفف شويه او كاين الخدمه معانا. انت قلت لي بلي سي تضربوا ماشي قتلوا. اسمع لو ما عندي 50 ما تخافش نخلفها لك. 50 واش قلت؟ ديرها 50 وصاي. شوف الى 50 اوفي لا او العشيه ان شاء الله ياسين يجيب لك النص تاع الاماله جبالك الدار ونهار ديرو المهمه كمل الفلوس. صح كيفاش؟ ها بلا ما دوموندي راه يخلص لك الفلوس. صار الاماله تاعي تلعبني اليوم عطوني 25 دروك. العشيه تجيك الاماله الدار. صح صح ها كمان كيكي 200 مليون ولي ايه بخ 100 مليون امشي امشي. رشيد قدرة في المطار كيفاش؟ في الباركينغ؟ صح صح تلت شهور ما شفتكش على بالك بلي قريب هبلت. حسبتهم ليله مر ليله مر ليله مر ليله مر ليله. انا تاني رشيد حسبتهم عام مرا عام مرا عام مرا عام مرا عام. رشيد قول لي علاه جيت وما قلت ليش على الاقل قلت نروح نستناك في المطار؟ ما حبيتش نتعبك عزيزتي ونتعب بنتنا كبرت. بنت صح قال لك طبيب. كتر خيرك يا رب كتر خيرك. لازم نلقاو لها اسم. خممت في اسماوات يزم تخيري معايا. انا حبيت نسميها حنان باش تريح لينا كيمه. ان شاء الله يا رشيد ان شاء الله وتتربى في رعايتك ان شاء الله. رشيد قولي واش درت في المعارض نتاوعك؟ احكي لي راني متشوقه بزاف. عايزم نحكي لك. شفت فنانين جدد دو نوفيل تكنيك فنون ما كنتش نعرفها. نجيب الباجاج تاعي ونحكي لك كلش. صح راح والخدامين راح قول لهم راهم كامل راحات وما يشوف حتى واحد في الشونتي. اجي اجي احنا تني حسيت انا احنا تاني عينا خصك حبسوا حبسوا راكم راحه اليوم حبسوا. يا ربي ويجي اليوم يا ربي. ما تقلقيش روحك اليوم ان شاء الله نرجع. هاك على بالك باللي ما نصبرش على التخشوخه ديالك. Thank you.
عجيب. استنى بقى رشيد، انت مديرها مزيان، علاه هكا يحضروا بعد كامل؟ لو كان يجي غير هو ماشي خير؟ لا لا لا، يلزم نروح نشوف المشروع ونوصل بعينيا. المشروع هذا راهو مشروعنا، مشروع ولادنا، دراهمنا كامل راهم فيه. صحة روح وما تطولش عليك. ما نطولش، الليلة هذه نكون عندك. لا لا، نكون عندكم. ربي سهلها عليك. واش راك؟ صفا صفا الحمد لله. روح شوف الله يبارك الله يبارك. يعطيك الصحة يا خويا كمال. الله يسلمك. خو كمال يفهم لها. شت رشيد، هنا ماشي المصنع، هنا درت الإدارة ودرت لك مكتب. مكتب يا خي، على بالك بلي خاطيني الحسابات، متفاهمين بلي انت اللي تسكرت بكلش. معليش معليش، اروح نوريك وين المصنع. اروح تشوف. قاسم ركز مليح، عندك لا تفضحني معاك كمال. سير بحال ما بالك مقلق شوية. أوه خليني نركز. ركز ركز، متنساش راك ديت 50%. تيجوا منا يا نحن الحيط. لا لازم نكونوا هنا، لازم نكونوا غير. نبدلوا المطعم. هيا تبعني يلا. واش رشيد، راه عجبك الحل؟ لا يعطيك الصحة يا كمال، عمري ما كنت أخمم بلي البروجي يطلع هكذا. واش عم بالك وليد عمك راه يلعب ولا؟ الكاسم اسكت شوية 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 بارك السماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سلام. واش تدي؟ روح تقرا. كملت قرايه وجيت تشوف المصنع تاعنا. فارس ما تسلمش على عمك. يا راسي. واش راك وليدي؟ لاباس. والقرايه؟ لاباس. هو كبر الله يبارك ولا راجل. الله يسلمك. على بالك أمو رشيد. بابا قال لي كي تكبر حتى تولي مدير تاع مصنع. ان شاء الله وليدي ان شاء الله، ماذا بينا يحكمها انت ولا يحكمها براني ولا لا لا كمال. اروح انت رشيد، لا يروح يقرا جايني لهنايا. انا باه يقرا، قلت له لو كان تقرا مليح تولي مدير في المصنع باه نشجعو. صح عندك الحق، يلزم يقرا. بصح راك حشمتو قدامي، هو ثاني ماذا به
يعرف باباه وشاو يدير. وليدك ماذا به يجوز وقت معاك ثاني خير من ما يروح يدور مع لاباليش معاه. واحد صح. وش بك مالك مقلق؟ عندك شغل؟ راني نستنى الموتير يجيبه يمضينا وقت اللي جاجا. انا كسارين يا اخي. زرعناها ماشي خير. بالك يلحق وقت وما نلقاوش واش نبغي. سلامات. راه قمنا بالعمليه للجريح، نحينا له الرصاصه والحيد تاعو راه بين الممات والحياه. الله يشافيه ان شاء الله. السلام عليكم. عاودي كامل روح سنين في الطوموبيل. روح. صح صح. اش جايبك ليا يا ربي؟ جايب لي خوك يا درامات. واش دخلك يا مات ولا ما ماتش؟ جيت نشوف برك. واش تشوف واش تكون تبعته؟ روح. كمان واش ني رشيد؟ ياك سلامات. سلامات سلامات. حياتك كيما هو. ضربونا بالرصاص. على بالي قريب من تبع. شكون؟ ما لا باليش. حشت عليه منا ما جيب لي عالبارح. يا ربي. دي عندك شنو؟
استر يا ربي اديني عدو الدنيا. صبري شوية صبري شوية. خلا نصبر ما نصبرش الدنيا عند راجل دلوقتي كيفاش هادي نصبر؟ او في البلوك يا ردي او في البلوك ما تشوفوش الظلام تظهر ألوان يرسمها فنان بريشة رقيقة مع الأيام تزول الأحزان يبان الصباح تظهر حقيقة تظهر ألوان يرسمها فنان بريشة مع الأيام تزول الأحزان يبان الصباح تظهر حقيقة يبان
كامل.